ظهر في الساحة كتاب بعنوان أضواء الإسلامية على عقيدة سيد قطب وفكره لمؤلفه يدعى ربيع المدخلي. ما رأيكم في هذا الكتاب؟ وهل المؤلف من أهل العلم المعروفين لديكم؟ لا شك المؤلف من أهل العلم، خريج الجامعة الإسلامية ومتتلمذ على المشايخ ومعروف والحمد لله. وما ذكره هذه أخطاء أنت تطبقها على، هو ذكر الصفحة تطبقها على ظلال القرآن، فإن أدركت أنه مخطئ تبين خطأه، وإلا الواجب قبول الحق، الواجب قبول الحق. هو ذكر الأخطاء التي فيه بصفحاتها، حددها لك أن ترجع إليها وطبق عليها الكلام، فإن أدركت خطأ فنبه المؤلف عليه جزاك الله خيرا، وإن أدركت صوابا فالواجب أن تقبل الصواب. نعم.